نتحدث عن الحضارة الإسلامية هل عندكم كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية؟ نعم عندنا كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية. ماذا وجدت في هذه الكتاب يا نوفا؟ وجدت كيف كان اهتمام المسلمين الأوائل بالقلوب. يا رزي اشرح لنا ماذا تقرأ في هذه الكتاب؟ يتحدث هذا الكتاب عن علماء الإسلام في مجلة علوم التجريبية مثل كيميائي فيزيائي والطب. اذكر هؤلاء للعلماء يا رنا. منهم جابر الحيان وابن سينا وابن هيثم وغيرهم. صحيح عرفنا ان جابر اعظم كيميائي انه مؤلفة مشهورة في علم الكيمياء. هل وجدت شيئا اخر في هذه الكتاب يا عارف؟ نعم ووجدت ابن هيثم فهو منشي علم الدوئي والبيرون الذي استهار بقياس مسافة الأرض وبيان كسوف الشمس. وجدت أيضا أن ابن سينا هو أول الطبائي الذي استعمل كثيرا في زراعة. هل وجدت علماء الإسلام في مجال الرياضية يا خيران؟ وجدت قد سبق علماء إسلامية مشهورة في رياضية منهم ابن جابر كتالي خوارزمي وغيرهم. هل عرفت أهم عوامل لتلك اكتشافات علمية يا أنا؟ نعم عرفت أن الإسلام هو أهم العوامل لتلك اكتشافات علمية.